السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نكملو الدروس اللي بدينا بهم. الدروس الأولية كيفاش نفصلو القطن والجلابة، درنا يعني كيفاش كنفصلو الجهة الأمامية والخلفية، ودرنا كيفاش كنفصلو الأكمام. ودابا الدرس اللي موراه القب، كيفاش غادي نديرو القب بواحد الطريقة اللي هي سهلة وبسيطة، يعني غادي كيفاش بواحد الطريقة كيف قلت لكم سهلة. العبار اللي كان كناخذو باعتبار ديال القب هو اننا كناخذو الكتف، يعني باش خدوها تقريبا قاعده باش انكم ديما ما كتدخوش، يعني باعتبار كل واحد اللي ما كيعرفش باش يهبط بهذاك الطول ديال القب، واش نهبط بيني واش نقص 40 واش كل واحد. انا دايرها قاعده، يعني حتى فاش تكون شي سيده صغيره او شي بنت صغيره كنعرف يعني القاعده صالحه للكبار والصغار. يعني كناخذ الكتف مثلا، خديت هذا الموديل اللي غنخدم لها، الكتف عندها 40، وديما القب يعني كنديرو له في العرض ديالو 29 28 سنتيم، بين 29 28 سنتيم، يعني ما تيجيش كبير وما كيجيش صغير، كيجي تقريبا عادي. اول حاجه اول شيء كناخذوه كنديرو واحد المسافه، يعني العرض ديال القب 29 سنتيم كنديروها، ها هي المسافه ا دي 29 سنتيم، داك هو العرض ديال القب. بالنسبه للطول ديال القب، يعني هذه القاعده اللي كنقول لكم، بحال مثلا الكتف عندنا 40، ديما الكتف كنزيدو عليه 3 ديال السنتيم. قاعده هادو خدوها، يعني 40 زائد 3 كتساوي 43، يعني كناخذو المسافه الطول ديال القب هو هي 43 سنتيم. يعني مثلا ها هي خديتها، ها هي 43 سنتيم، يعني المسافه ا بي كتساوي هي عرض الكتف زائد 3 ديال السنتيمات. وكنجيو كنحطو الاطار ديالنا، هاد المستطيل هذا 29 سنتيم، عرض لكم على 43 سنتيم على الطول ديال القب، عفوا ديال القب. كنجيو وكنديرو هاد السجفة، هادي كتصلح فاش كتكون الخيطة بالماكينة، فاش كتكون سفيفة. اما الا كانت جلبة بالكروشي ولا بالراندا، هاد السجفة هادي ما كتصلحش، يعني ما كنخدموهاش. او الناس اللي كيخدموا القب يخدموا باليد ما كيصلحش، يعني هاد الحاله هادي كتجي في القب، يعني فاش كتكون الخيطه بالماكينه باش كتجي مفيني وكيجي مزيان، يعني بالخلاف القب اللي ما درتلوش هنايا كتجي الخيطه شويه عوجه كتبان على جوج جهات. اما بهذه الطريقه هادي السجفه هادي تيجي القب يعني معتبر مزيان. يعني من بعد ما درنا هاد الاطار ديالنا، هاد السجفه هادي كنهبطو 14 سنتيم، يعني ديك الفتحه ديال الطوق ديالنا كنهبطو الاغلبيه 8 10 سنتيم، يعني حنا كنديرو 14 سنتيم زياده، يعني باش ما يبقاش يكون شايط عندنا وما يكونش خصنا. وكنديرو العرض ديالها 6 سنتيم وكنطراسيوها، يعني كنهبط 6 وكنهبطو 14 وكنسطروها. يعني هنا درنا الاطار ديال القب ديالنا. كنجيو كيفاش غادي نطراسيو القب؟ اول شيء يعني كنجيو هادي كتكون جهه مسدوده، كتكون جهه مسدوده، وهاد الجهه هادي يعني التوب تيكون متني على جوج، وهاد الجهه هادي كتكون جهه مفتوحه، يعني كيكون هنايا التوب مفتوح. كنجيو لهنايا وكنطلعو مسافه ديال 11 سنتيم، كنطلعو ب 11 سنتيم وكنطراسيو، يعني كنطلعو بهاديك الدواره ديال القب اللي غنديرو كنحفروه ب 11 سنتيم، كنطلعو ب 11 سنتيم. تنجيو وكندخلو ب 20 سنتيم، هاد 20 سنتيم للمعلومة فقط، هذيك هو الكتف ديالنا، عندنا 40 سنتيم قسمنا على جوج عطانا 20، يعني باش يجي الكتف يجي القب طايح على الكتف واقف نيشان، ما يجيش صغير وما يجيش كبير. يعني ديما كنديرو بعين الاعتبار عرض ديال الكتف، يعني كندخلو ب 20 سنتيم اللي هو عرض ديال الكتف، ها هو، وطلعنا ب 11 سنتيم. تنشدو هاد النقطة هادي، طلعنا ب 11 وخرجنا بسنتيم بحد ب 20 سنتيم، كنلاقيو هاد النقطة هادي هاد دي مع او، تنلاقيوها نيشان. وكنجيو هاد النقطة او كنديرو واحد الخط مستقيم ما بين النقطة او والنقطة بي، يعني الحد ديال الطول ديال القب. تنديرو المسافة هادي، كنجيو هاد المسافة هادي كنقسموها في النصف، يعني كنقسموها في النصف، وهاد النصف عاوتاني تا هو كنقسموه.
بنفس الطريقه هاد الجهه المسافه هذه كنقسموها في النصف حتى هي، يعني كتعطينا 4 ديال الأرباع، 1 2 3 4. كنجيو هاد الربع التحتاني الاول كنخرجو بجوج، كنهبطو بجوج ديال السنتيم. علاش؟ حيت لحقاش هاد الجهه هذه كتكون واسعه، يعني كتكون زايده عندنا، الكول تيكون محفور، تنهبطو بجوج سنتيم يعني كنزيدو فيه. اما بالنسبه هاد الجهه العلويه كندخلو بجوج سنتيم، حيت لحقاش هاد الجهه العنق كتكون محفوره، خصنا داخله خصنا نزيدو ندخلو باش يجي القب متراسي، ما يجيش عوج وما يجيش مبوق من اللور. يعني كنجيو وكندخلو بجوج سنتيم، وكنجيو كنتراسيو هاد المنحنى، يعني كنجيو كنديو هاد النقطه هادي لجوج، ونعاودو نهبطو لهاد الصفر، هذا راه صفر، ونعاودو نخرجو حتى كنلاقيوه هنايا. يعني هكا كتكون عندنا يعني القبة هو صايبناه، للتذكير فقط. يعني كنديرو هنايا هاد الجهة هادي، كنديرو هنايا المسافة ديال 29 سنتيم، كتكون هاد الجهة مسدودة، وكنهبطو بالمسافة ديال الكتف زائد 3 سنتيم هو الطول ديال القب، وكنديرو هاد الإطار ديالنا. كنجيو كنطلعو ب11 سنتيم، وكان المسافة دي كنطلعو ب11 وكندخلو ب20 سنتيم. هاد 20 سنتيم هو النصف ديال المسافة ديال الكتف، يعني الكتف عندها 40 قسمناها في النصف عطانا 20، غندخلو ب20. كنلاقيو هاد النقطة هادي أ مع دي، وكنجيو كنلاقيو النقطة أ مع بي، هاد النقطة أ كنديوها لبي. كنجيو هاد المسافة هادي كنقسموها في أ بي كنقسموها في النصف، وكنجيو هاد النصف هذا كنقسمو توا في النصف، وهاد المسافه هادي كنقسمها بالنصف على جوج. كنجيو هاد المسافه هادي، هاد الاولى اللي كتكون الجهه اللي هابطه ديال القب، كنهبطو هنايا بجوج سنتيم، وكنجيو لهنا وكندخلو بجوج سنتيم، وكنتراسيو المنحنى ديالنا. يعني هذا هو الشكل ديال القب ديالنا، كنقطعوه وكنجيو هذيك السجفه اللي قلت لكم كتجيب القب مفيني وكيجي مزيان، كنهبطو ب14 سنتيم، والعرض ديالها 6 سنتيم، وكنديرو هاد المسافة هادي، يعني هاد المستطيل هذا، وكنقطعوه، يعني هذا هنا كنقطعو، يعني من لهنا كنتبعو هادي علامة زعما ديال المقص، يعني هنا كنقطعو هاد المسافة هادي. هذا هو القب ديالنا، كنتمنى تكونوا فهمتوه، حتى ندوزو ان شاء الله للتطبيق.